الصين وروسيا قصة حاملتين، حاملات الطائرات تملكها القوى العظمى في العالم، والدولة تمتلك حاملات طائرات بكلها مكانة عسكرية كبيرة جدا وعندها قدرة كبيرة جدا على إدارة الحروب وإدارة الردع أيضا. في قصة حاملتين هذه الأيام في العالم، قصة حاملة طائرات صينية وقصة حاملة طائرات روسية. روسيا عندها حاملة طائرات واحدة، إنما حاليا بتجهز لأكبر حاملة طائرات في العالم. الحاملة الجديدة على غرار حاملة الطائرات الأمريكية اللي هي جيرالد فورد. فالحاملة الجديدة مش هتكون حاملة طائرات كبيرة، إنما أكبر حاملة طائرات في العالم. هتكون مساحتها 3 ملاعب كرة قدم. هتكلف كتير، 18 مليار دولار. إنما تقدر تشتغل وعلى متنها 90 طائرة حربية مقاتلة. فتخيل بقى حاملة طائرات مساحتها 3 ملاعب كرة قدم عليها 90 طائرة مقاتلة. هتكون جاهزة عام 2030 في الجيش الروسي. فإذا بنتكلم إن روسيا دخلت سباق حاملات الطائرات مش بحاملة طائرات متقدمة، وإنما بحاملة طائرات قد تكون الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم، وإن هي هتسع 90 طائرة حربية مقاتلة. حاملة الطائرات الصينية هي برضه تكون التانية، لأن في حاملة طائرات صينية قبل كده كانوا شارينها من أوكرانيا وجددوها، إنما حاليا الصين أوشكت إن هي تنتهي من أول حاملة طائرات صينية صناعة صينية، وهتكون تاني حاملة طائرات في البحرية الصينية. 2020 هتخش الحاملة الصينية الجديدة الخدمة، بيشتغل فيها من 2013، 2020 هتكون دخلت هذه الحاملة إلى الخدمة. برضو عليها عشرات الطائرات المقاتلة، أكثر من 30 طائرة مقاتلة على سطح حاملة الطائرات الصينية. 36 طائرة مقاتلة هتكون على سطح حاملة الطائرات الصينية. يبقى إذن إحنا في صراع حاملات، حاملة طائرات صينية هتكون أول حاملة طائرات صناعة صينية، حاملة طائرات روسية هتكون أكبر حاملة طائرات في العالم، حاملة طائرات أمريكية كارل فينسون اللي هي موجودة قريبة عند سواحل شبه الجزيرة الكورية. يبقى إذن البحر في العالم بقى مكان لصراع دولي كبير جدا، وحاملات الطائرات بقى الصراع بشأنها، أو صراع حاملات الطائرات بقى جزء من الصراع الدولي المعاصر ومن أبرز ظواهر التصنيع العسكري في عالم اليوم.